منك تعليق على موضوع الآراء اللي طرحوها المختصين في المكاتب، سواء الاستشارية الهندسية ولا حتى في قطاع التشييد والبناء، حول موضوع الغرامات والعقوبات. طيب، بالنسبة للغرامات والعقوبات، فعلا كان في بداية تطبيق كود البناء السعودي كانت الغرامات يعني متماشية مع تطبيق الكود، وكانت متماشية مع حجم الأعمال اللي كانت ملزمة بتطبيق كود البناء السعودي. ابتداء من 1440 كان مطبق على المباني عالية ومباني تجارية، تكون مباني تجارية ضخمة، فكانت متناسبة معها إلى حد ما. طبعا بعد تطبيق كود البناء السعودي المباني السكنية تم رصد مثل هذه الملاحظات من خلال يعني المكاتب الهندسية ومن خلال ورش العمل اللي يتم عقدها بشكل مستمر. طبعا تم مراجعتها من قبل الوزارة واللجنة الوطنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة، وتم تقسيمها إلى عدة أقسام بحيث أنه يكون للمباني السكنية تدرج واضح ومنفصل وقيم ثابتة وتناسب حجم الأعمال اللي تتم للمباني السكنية. جميل، يعني بس محمد بس خلينا النقطة هذه بقى تجيبون عليها حتى يعني من أخوي سعد. حتى المكاتب الهندسية هم يقولون صرنا نتخوف أننا والله نشتغل في موضوع كثير من المشاريع الإنشائية السكنية، خاف أنه ما منها العقوبات. معناته أنه ما بعد اتضح، هل هي ما اتضحت لهم كيف العقوبات؟ هل في مثلا، وهذا سؤال يعني، أنه إعادة نظر في موضوع المخالفات والغرامات؟ خلينا أوضح لك شغلة. بالنسبة لموضوع الغرامات، اللائحة الجديدة اللي تو صدرت بتوقيع معالي وزير التجارة قبل كم يوم وتم الإعلان عنها، هذه اللائحة فيها تدرج جدا مناسب للمكاتب الهندسية، وأضمن أنه يزيل التخوفات هذه جميعها من المكاتب الهندسية. التدرج هذا يبدأ بتنبيه ويبدأ بإنذار وإشعار وإيقاع العقوبة بأقل حد لهذه العقوبة، لأن العقوبات فيها حد أدنى وحد أقصى، ومع كذا هي مخفضة. التنبيه 30 يوم، الإشعار 30 يوم، الإنذار 90 يوم، قبل إيقاع العقوبة 90 يوم، يعني أنت تتكلم عن 180 يوم تقريبا أو أكثر إلى ما أن تنزل العقوبة. طيب، على المكتب يعني عنده فرصة للتعديل بشكل كبير، يعني يراجع المخطط. طيب خليني والتنفيذ.